صلاح، الوضع صعب. صعدنا عبر هذه الجبال، علوها تقريبا 1000 متر إلى ما أكثر، بعض المناطق 1200 متر، وتنتهي بعد ذلك مسافة السيارات. وأكملنا الطريق بسير على الأقدام حتى وصلنا إلى بعض القرى، حيث من الصعب جدا التقاط الإشارة هناك. يعني نمنا مع سكان قرية تارقة وعشنا معهم الوضعية وأنجزنا تقرير ميداني من هناك. الجمعيات التي تأتي من مناطق مختلفة تضع الأمور هنا للمساعدات إذا ما كان زميل المصور يستطيع التركيز على هذه النقطة فقط، حتى نوضح لكم. مثلا يتم وضع الأغراض هنا وبعد ذلك تنقل ببعض السيارات إلى نقطة ثانية، وبعد ذلك تنقل عبر الدواب إلى بعض الدواوير. كذلك هناك مروحيات عسكرية تنقل الأغراض إلى قرى أخرى. الوضعية صعبة جدا، وأحسسنا كذلك بعديد الهزات ليلة البارحة وكذلك اليوم صباحا. والخطير صلاح هو أنه أغلب المنازل الغير منهارة بها شقوق وبالتالي معرضة للانهيار مرة أخرى. أمام هذا الوضع هناك تخوفات من أن تنهار هذه المنازل، خاصة صلاح أنها بنيت بشكل مدرج، بمعنى شكل تدريجي عبر الجبل، والجبال هنا شديدة الانحدار، وعندما يسقط منزل واحد ممكن أن يسقط معه 3 إلى 4 منازل، وبالتالي الوضع صعب. صحيح أنه هناك يعني مجهودات جبارة، تمت إعادة الكهرباء إلى بعض القرى، تمت إعادة شبكة الهاتف إلى بعض القرى الأخرى، لكن لا تزال هناك مجهودات كبيرة يجب القيام بها. معي باتا وهو رئيس هذه الجمعية ينقل بعض الأغراض. سيد باتا، إذا ما كان ممكن أن تشاركنا بما تقومون، شنو كديروا هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عثمان باتا، رئيس جمعية الكرم لسوق التمور والفواكه اليابسة بسوق الجملة بمدينة مراكش. على كل حال، حنا جوج جمعيات درنا واحد المجموع جبار، ديال واحد المجموع من المواد الاساسيه اللي كتهم هاد العائلات من كوبا. لاننا علاش؟ لان عندنا ظروف جد قاهره ديال الطريق، لانه عندنا واحد المشيخه تيقول لها مشيخه تسكن وتابعها واحد سبعه الدواور. درنا واحد المحطه هنايا غادي نحطوا السلعه وغادي نفرقها عن طريق البغال، عن طريق السياره الصغرى، باش كلشي يوصل للجهات المعنيه. الحمد لله ولله الحمد، الشعب المغربي هو المساهم واجب جبار، ومنضمين مع الجمعيه ومنضمين مع الشعب المغربي، منضمين مع الناس المنكوبين، لانه كيعيش واحد الحاله لا اله الا الله. اخوان تما يهضروا جمعيات سوق الخير. ناخذ هشام، هو من احد القرى. اذا هشام هو من القريه التي كنا بها البارحه وساعدنا للوصول الى هناك، ويقوم بعمل جبار تطوعي في المجتمع المدني تجاه عديد القرى في اعلى الجبل، ونحن هنا تقريبا لازلنا في المنتصف في سلسله هذه الجبال. هشام، كيف ترون الاوضاع و بماذا تطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حنا خويا المشكل عندنا هو الطريق، هما دابا الناس كاع اللي جابونا انت كتشوف على عينيك، ولكن المشكل باش نقلوا باش توصلوا ما كاينش الطريق، ما كايناش الطريق مسدوها، هما كاع الناس جابوا لنا وما كاينش باش توصل، خاصنا طريق. الطريق والو ما كايناش لحد الان، باقي ما وصلتناش الطريق. حنا كيجيبوا هادشي هنا وكيهزوا البغال، وداك الدور بعدين كان اشترى هادشي الدقيق وهادشي غادي يمشي. المشكل عندنا هو الطريق، اول حاجه هي الطريق، اما الديور ما بقات حتى وحده، كل شيء طاح كل شيء راب، والناس دابا الان باقي لاعسين في الزنقه. غير اليوم الشيء اليوم بالضبط، لان الا كاين الشتاء الناس كل شيء غادي يتسد، كل شيء غادي يمشي. وهذا الشيء كامل عطاونا الناس، الا جاب الله جات الشتاء اليوم ولا غدا راه بحال ما كاين حتى حاجه، الميكان ما كاين حتى حاجه ما كاينش. شكرا هشام. إذا كان هذا تصريح هشام من أحد القرى. فقط صلاح، لابد أن أشير إلى عديد النقاط. أولا، هي هذه الطريق
مغلقة من الأعلى صحيح، وكانت مغلقة في عديد النقاط من الأسفل كذلك، تم بمساعدة السلطات بفتحها، لكن يحاولون ويطالبون بفتحها من الأعلى بسبب انهيار الصخور من الجبل. النقطة الأخرى وبحسب تجربتي من زلزال تركيا، ما أرى وما أنصح به حتى الجهات المعنية من هنا في السلطات المغربية بنقل المواطنين، القيام بالعكس، نقل كل ما يقطن في هذه القرى وهذه المنازل التي بها شقوق لأنها مهددة بالانهيار نتيجة الهزات الارتدادية إلى أسفل الجبل، ووضع خيم في أسفل الجبل، لأن حتى إذا ما بقوا في هذه المنطقة، إذا ما تعرض هذه الجبال إلى هزات أخرى، تلاحظ السيارة الآن تعود ترجع خلفي ويحاولون إيقافها حتى لا ترجع إلى أسفل الجبل، وبالتالي العملية صلاح صعبة. ما أرى تقريبا هو نقل المواطنين إلى أسفل الجبل وتوزيع الخيام عليهم ونقل المساعدات إليهم، وبذلك يكون الأمان. أما إذا ما استمر الوضع عليه ما هو عليه والهزات الارتدادية، الوضع قد يكون خطر، ناهيك على أنه ابتداء من غدا بحسب الأرصاد الجوية قد تكون هناك زخات مطرية، وبالتالي هذا الأمر قد يؤثر بالأسوأ، على اعتبار أن الشقوق في الجبل والصخور التي تقطع الطرقات قد تؤدي إلى انهيار سواء على الطريق أو على بعض المنازل، وبالتالي الوضع تقريبا خطر هنا بهذه السلاسل الجبلية. طيب محمد، إذا ما تحدثت لنا بتفاصيل أكثر حول الهزات الارتدادية، هل ما زالت تسجل تلك الهزات؟ نعم صلاح، فقط هناك مقارنة غريبة، ويعني في هاتاي في تركيا يطلبون منا فقط التحرك بعض الشيء لهذا الاتجاه. في تركيا كانت المناطق الجبلية أكثر أمانا، كانت هناك بعض المنازل هشة وأحياء يعني بناء عشوائي حتى وقاومت الزلزال، وفي المناطق المنبسطة انهارت المنازل في تركيا. هنا العكس، المناطق الجبلية هي التي تعثرت أكثر، والمناطق المنبسطة كان فيها التأثير بسيط. مثلا في مدينة مراكش البارحة بعدما مررت منها شاهدت في محيط الكتبية هناك بعض الانهيارات البسيطة، وهي منطقة منبسطة، بخلاف هنا في الجبال هناك انهيارات كبرى لبعض المنازل. صحيح أن البعض يقول بأن السبب هو أنه بنيت بطين وأنها قديمة، لكن في تركيا هناك كذلك منازل كانت قديمة وقاومت لأنها قريبة من الجبل، وبالتالي هذه الاهتزازات الجبلية تعطي طابع غريب. ناهيك عن سؤالك وهو الهزات الارتدادية، صوتها غريب جدا، البارحة سمعناها الساعة 1:23 ليلا بالتوقيت المحلي هنا، والساعة 2:53 صباحا بالتوقيت المحلي، واليوم بعد الساعة 9:00 لا أدري بالتوقيت بالضبط كذلك، ونسمع حتى صوت الصخور يتساقط. وبالتالي أظن أن الحل الأنجع في هذه الحالة هو إنزال كل الساكنة إلى أسفل الجبل، تزويدهم بالخيم ومساعدتهم في الأسفل، ويكونون في أمان بدل هذا الخطر الذي يتهددهم هنا في منتصف هذه الجبال الشديدة الانحدار وكذلك المتعثرة جدا بالزلزال. طيب يعني محمد، أنت في عين المكان وفي عين الحدث، يعني نريد أن نفهم منك كيف يعيش الناس اليوم في ظل هذه الكارثة؟ هناك تضامن منقطع النظير، هناك تحرك جميع الجهات المغربية والمساعدات الدولية، بمعنى القوات المسلحة الملكية المغربية سخرت شاحنات عسكرية، شاحنات مائية، شاحنات للمواد الغذائية، طائرات مروحية، الأمن الوطني كذلك يساهم في عمليات الإنقاذ والوقاية المدنية، القوات المساعدة، المجتمع المدني كذلك تكتل يد واحدة، كل ما تشاهدونه هم شباب وكبار السن، الكل يعمل من أجل فقط وحدة هذا المجتمع والتكاتل والتعاون. المساعدات تأتي من جميع المدن المغربية، من الصحراء المغربية حتى الشمال، الكل يحاول أن يساعد في كل مناطق. وصلاح لابد أن نشير أن هذه المنطقة هي فقط منطقة من عديد المناطق، نحن نتحدث عن منطقة الحوز ومنطقة ترودانت، وهذه مناطق شاسعة جدا، وبالتالي الموضوع صلاح يعني بالغ في التعقيد، لكن هناك مجهودات جبارة. طيب أشكرك شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة مراسل الغد محمد الفنيش، كنت معنا من منطقة أميجدال.